موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها ما يضاد توحيد الربوبية. سبق عرفنا توحيد الربوبية، ما هو الذي يضاد هذا النوع من التوحيد؟ قال العلماء هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية التي اختص الله بها نفسه، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. قال الله تعالى في ذلك: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ولا وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال الله تعالى في ذلك: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال الله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. فهذه كلها من المعاني التي تضاد توحيد الربوبية. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من ذلك، والحمد لله رب العالمين.